خويا كنت مجوجة في دكالة وما تفاهمش انا وياه 8 سنين هادي باش طلقت منه، ما كيصرف عليا ما تفاهمناش وتفارقنا. ودابا جيت انا وليدي هزيتو هنا، هزيتو جيت هنا كريت وما ما قاريش، يعني غنخدم شي خدمه بالقرايه ديال الميناج بحال هكا يا صافي باش كنخدم. ودابا تجمع ليا الكرام هادي كورونا وما لقيت باش نخلصو، والدري ما كيهزش يبا المصروف، ما كيعرفني، ما كيخلص كرام، ما كيهز لي كتوبه، ما عارف مدرسه، ما يهز لي اعياد لا والو. مني طلقت انا ما عمرو عقل عليا ولا عقل عليا انا، ما عمرو صيفط لولد المصروف صافي. من تم من تفرقنا صافي، ما عييت في المحكمه، ما عييت في المحكمه ولا خلاص صافي، عييت ما عنديش مصرف عليه. دابا الدري المدرسه غالباني يجي العيد غالبني في كسوتو، دابا ما عنديش مصرف عليه. طلقت بيه جيت كازا مع اختي، كنمشي عاد اختي فحال هكا كتعطي تصرف عليا ما ناكل، مني ما كنلقى ما ناكل ولدي مخلي عاد اختي كنمشي نخدم بحال هكا يا بريكونات. ومني كنجي كنجيبو معايا، كنجيب معايا حشايه بحال اللي كنجي عن بيت، ما عنديش مصرف عليه. ولا هادي مولا الدار حتى هي، دابا تجمع ليا الكرا ما عنديش واش نخلص كرا. والمراه مسكينه مريضه، ما عمرها خسرت ليا، دابا مازال هي كتروف عليا شويه بداك الشيء ديال الماكله كتروف عليا. دابا ما عنديش انا باش كنخلص كرا. دابا المراه مريضه مسكينه وكتبقى كتشري الدواء عاد 14000 15000 ديال الدواء الشهر، هي باش كتشري الدواء ضروري باش كتشري الدواء، هي كرات هاد البيت باش كتشري الدواء. تا في معاناه. ودابا انا ما عنديش، دابا انا جالسه ما عنديش. دابا تا ولدي في المدرسه باقا ما قيدتوش لها، ما عنديش باش نشري الكتب، صد ما يشري الكتب هو داك ما صدتوش، راه ما عنديش الغالب الله، ما كاينش كيعقل عليا، باه ما كيعقلش عليا. 7 شهور ديال الكريدي جمعت عليا قريب 1000 درهم، ما عنديش باش غنخلصها. الا دارتني مول الدار غادي نخرج للزنقه انا ولدي، ما غاديش نقد على الزنقه نخرج نبات انا ولدي في الزنقه، ما عنديش غندير. لا ما حتى واحد ما كيعقل عليك كاع، ما كاينش ليه هز التليفون وقول لك دايره ولا يقول لك بدل عاش نهار يرجع عندنا، ما كايناش ناكريني وما دارش امتى العرض. وانا كنت خاصم معاهم شي حاجه، ما كاينش لي عقل عليا. خيل اختي واختي عندها ايتامه، ما غاديش تهزني انا ولا انا ولدي وهي عندها ولادها، راجل ميت وعندها ايتامه. انا بغيت يعاونون على الكرا، خلصوا لي على الكرا. شوف خوتنا محسنين خلصوا لي الكرا، وليت بغيت نقريه شويه معايا واخا الكتوبه يعاونون على الكتوبه. داخل 14 عام باقي ما تقيد لا في المدرسه لا في والو، باقي ما تسجلش في المدرسه، باقي ما تسجلش. وقال لك حقي كيقرا من البعد، وانا ما عنديش باش غناخذ لي تليفون باش غيقرا من البعد. خلصوا لي الكرا، حنوا فيا وخلصوا لي الكرا، هذا الشيء اللي كنطلب منهم. كنخدم بريكونات بحال هكا، حتى انا ما قاريش باش غنخدم شي خدمه بالقرايه ولا بشي عابريكونات، ميناج في الديور ولا في اي حاجه شركه ولا في شي حاجه.